هنالك تأخير في قضية إطلاق سراح من أكملوا محكوميتهم، وهذا التأخير أيضا عليه الكثير من علامات استفهام طبعا لوجود عمليات دفع ومبالغ مالية تدفع وغيرها. هذه كلها عمليات إذلال العوائل اللي أيضا قلت لك بيها، عمليات إذلال يعني بشيء غريب أن تفتش النساء وكبار السن بطريقة مذلة جدا لمحاولة الدخول أو الوصول إلى ابنهم أو إلى يعني زوجات إلى زوجاتهم وغيرها. كل هذه يجب أن تكون هنالك عمليات متابعة مستمرة خلال المرحلة المقبلة لتحسين واقع السجون.